إذن مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام لمناقشة آخر تطورات الانتفاضة الشعبية ضد الفساد. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. مساء الخير حضراتكم المشاهدين الكرام. وأيضا أرحب بالأستاذ عمر الفرحان الناشط الحقوقي. مرحبا بك أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك. ونبدأ مع أستاذ نظير ضيفنا في استوديو الرافدين. نبدأ معك بالإحصائية الجديدة التي نشرتها اللجنة التنسيقية للمظاهرات، وهذا التباين الواضح بين الإحصائية، هذه الإحصائية والإحصائية الحكومية، كيف تقرؤون هذا التباين بينهما؟ والله يعني أنا أقرأ الإحصائيات اللي تذكرها الحكومة وحقيقة شيء مضحك، يعني أن يذكروا هذه الأعداد ويقللوا حجمها ظنا منهم بأنهم يحاولون تحجيم مستوى الأحداث وتقليل الجرائم التي ارتكبوها بحق المتظاهرين الشباب. بل وصل الأمر أن إحدى النائبات في البرلمان تقول، يعني بلسانها وهي جزء من هذه المؤسسة السياسية الفاسدة، تقول في مستشفى واحدة كان عدد القتلى أو الشهداء في هذه المستشفى تجاوز 100 شهيد، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى. فكيف يمكن أن تكون الإحصائيات الرسمية التي في حينها كانت قد أعلنت الحكومة قتل 110 وبضعة مئات من الجرحى؟ تناقض كبير بمستوى إحصائية لمستشفى وبين إحصائية يعمموها على مستوى العراق المنتفض الآن. هذا الأمر يعني لا يمكن أن يصدق من قبل الشعب العراقي ولا حتى من قبل المنظمات الحقوقية، ودليل الكذب به واضح جدا. لا يعني ظن منهم بأنه محاولة لتحجيم هذه الخسائر، ويعني تبرير إلى أنه النظام لم يرتكب يعني مجازر وقتل في حق المتظاهرين بشكل عنيف. يعني كل المشاهد اللي إذا تخرج على مواقع التواصل القتل بشكل بشع، بل وصل إلى قطع الأطراف. يعني أنا رأيت في أحد المقاطع يتم قطع أذن أحد المتظاهرين، بل في الديوانية اليوم رأيت قتل لشاب ربما عمره 6 إلى 17 سنة على بعد مترين، يعني ينفذ عليه كإعدام ويوجه صدره إلى 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 وجهه. هذا الأمر يعني في يعني استهتار بأرواح الناس، استهتار بأرواح الشعب العراقي. أرحب بك مرة أخرى من بغداد، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر، يعني بيان اللجان التنسيقية للتظاهرات أظهر مقتل 311 متظاهرا وإصابة 9334 آخرين، بما تفسر إذن هذه البيانات الحكومية بشأن التظاهرات؟ تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. يعني هذه الإحصائيات التي ذكرتها اللجنة التنسيقية للمتظاهرين تبين أن الأعداد يعني في تزايد، وكل يوم يعني يخرج بيان من هذه اللجنة تبين الحقائق وتبين أعداد القتلى، وهذا بالمقابل يفسر العنف المفرط الذي تقوم به القوات الحكومية تجاه المدنيين، وهذا العنف هو مرفوض جملة وتفصيلا وهو مدان من قبل الأمم المتحدة ومدان من القانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الشرائع التي تحكم هذه المنظومة الكونية. ولكن الحكومة باتت الآن وأمست في دوامة العنف التي بنتها لنفسها في التصدي المباشر والمتعمد للمتظاهرين السلميين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والتي كفلها لهم دستور هذه العملية السياسية وكفلتها لهم القوانين الدولية في أن يطالبوا بحقهم المشروع من دون أي إراقة دماء في هذه المسألة. ولكن الحكومة هي محمية دولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من دعم مباشر من إيران، وسمحت لها هاتين الدولتين لهذه الحكومة
الفاسدة بالتصدي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما شاهد العالم كله بأن القوات الحكومية استخدمت قذائف الار بي جي 7 وغيرها من الأسلحة المقاومة للطائرات، وهذا كله لا يتناسب مع حجم وطبيعة المظاهرات السلمية التي خرج بها المدنيون للمطالبة بحقهم من هذه الحكومة الفاسدة. نعود لضيفنا في الاستوديو الأستاذ نظير. قبل قليل كان هنالك خطاب لرئيس الحكومة في بغداد عادل عبد المهدي، تحدث فيه بأن حكومته أمرت بعدم استخدام الرصاص الحي، لكن رغم ذلك سقط عدد من الضحايا. كيف يفسر هذا التصريح، وإلى أي مدى يعد محاولة للتهرب من تحمل مسؤولية الجرائم التي تمت في الشارع؟ يعني هو ابتداء من عادل عبد المهدي وغيره من المسؤولين، سواء رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان بل وزراء، الجميع يقولون نحن مع المتظاهرين ومع مطالبهم الشرعية، ونحن نظام ديمقراطي وحرية التظاهر مكفولة. أي مكفولة والرصاص في صدور الشباب؟ يعني هو أنا يعني أريد أن أحدد شيء مهم جدا، عادل عبد المهدي لا يمثل السلطة الحقيقية في العراق، السلطة الحقيقية لا تمثلها رئاسة الوزراء ولا رئاسة الجمهورية ولا حتى البرلمان. لكنه رئيس الحكومة. نعم، ولكن السلطة الأمنية في العراق هي بيد الحشد الشعبي. وهل يستطيع عادل عبد المهدي أن يأمر ميليشيات الحشد الشعبي بعدم قتل المتظاهرين؟ سرايا الخرساني وسرايا حزب الله وغيرها يعني من الميليشيات. عدم استخدام السلاح والرصاص الحي كان مقصود به القوات الحكومية الجيش؟ لا لا، هو يبرئ نفسه ويبرئ نظامه من ارتكاب هذه الجرائم، ويقول إني قد أمرت بعدم استخدام الرصاص. من أنت لتأمر؟ المؤسسة الأمنية في العراق ليست بيد عادل عبد المهدي، إنما بيد الميليشيات. عادل عبد المهدي ممكن بقرار من قاسم سليماني يتغير، هذا حقيقة الواقع الأمر في العراق. من يتمسك بالملف الأمني هي الحشد الشعبي وهذه الميليشيات الموالية لإيران، والجميع يعني كل المتظاهرين يقولون بأن الرصاص يأتينا إما من الميليشيات اللي هي معروفة من هي الميليشيات التي تضربهم، أو من أشخاص ملثمين. وهي أشخاص الملثمين من يكونون؟ يعني معناتها قوات غير نظامية، غير تابعة لمؤسسة رسمية، إنما تابعة إلى ميليشيات، سواء الحشد الشعبي أو الميليشيات اللي يسموها ميليشيات المقاومة وغيرها من الكلام. فأنا أقول يعني هذا كلام عادل عبد المهدي يندرج إلى تبرئة نفسه وتبرئة نظامه من هذا القتل، ويعزون، لأنه هناك قتل، يعزون القتل إلى أناس مجهولين، أشخاص مجهولين هم من يقومون بالقتل. أي دولة لا تستطيع أن تعرف من هؤلاء الناس المجهولين الذين يوجهون رصاصهم إلى صدور المتظاهرين، وبنفس الوقت حتى لبعض عناصر القوة الأمنية. دليل على أن هذه الحكومة، هذا النظام السياسي غير مسيطر على البلد، إنما السيطرة الحقيقية هي للميليشيات المؤتمرة بأوامر إيران، هي السلطة الأمنية الحقيقية. نعم أستاذ عمر الفرحان، الميليشيات هي السلطة الحقيقية في العراق. أصدرتم في المركز بيانا عن التظاهرات الشعبية ضد الفساد، وكذلك عن الضحايا والشهداء الذين سقطوا في هذه التظاهرات. في إطار مخاطبتكم لمجلس الأمن وللأمم المتحدة، ما أبرز ما جاء في هذا البيان؟ نعم، يعني أصدر المركز تصريحين صحفيين ونداء عاجلا إلى الأمم المتحدة. التصريح الأول جاء فيه تحذيرا من استمرار الحكومة للاستخدام المفرط والعنف تجاه المدنيين السلميين، وأكدنا فيه أن الحكومة لا ترغب في إعطاء حقوق الشعب، وأنها مستمرة بالتضليل والمراوغة لمصلحة الأحزاب الحاكمة. وبينا فيه أيضا دور الميليشيات ودور إيران في قمع التظاهرات. وجاء التصريح الثاني لسلط الضوء على الاستهداف الممنهج للحكومة للكوادر الطبية وسيارات الإسعاف والمدنيين بشكل متعمد، ولا سيما القتل المباشر والقناصة، ويعد ذلك جريمة إنسانية وإفلاسا إخلاقيا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقا للمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة. واليوم أصدرنا نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الانتهاكات المستمرة والمجازر البشعة
التي قامت بها القوات الحكومية والميليشيات وإيران من استهداف المدنيين بصورة مباشرة ومن دون مبرر، لا سيما وقوع أكثر من 380 قتيلا وبينهم فتيات لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما. وهذه هي الانتهاكات، هي انتهاكات مستمرة وانتهاكات واضحة للمجتمع الدولي الذي بات يتفرج وينظر بقلق ويندد، وكأنه ليس في يعني آخر على عاتقه حماية الإنسانية من ويلات القمع. وهذا يعني هذه الحالة التي قامت بها القوات الحكومية تجيز للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة والضرورية في إنقاذ الشعب العراقي من البطش الحكومي، لا سيما أن هذه الحكومة استخدمت القوة بشكل ممنهج واستخدمت العنف بشكل مفرط تجاه المدنيين السلميين، وباتت الميليشيات والقوات الحكومية وحتى حكومة المنطقة الخضراء باتت تشكل خطرا على المجتمع العراقي وخطرا على المجتمع الدولي. وهذا ما يفصله من نظام مجلس الأمن أو ما يعرف البند السابع في الأمم المتحدة للتحرك السريع والعاجل من قبل مجلس الأمن في إنقاذ الناس من هذه الويلات التي تقوم بها القوات الحكومية. يبدو يبدو أن هناك يعني تعاطيا متصاعدا من قبل وسائل الإعلام والمجتمع الدولي على التظاهرات المتفجرة في العراق. وفقا لمجلة فورين بوليس الأمريكية أيضا في إطار ذلك، فإن هذه المجلة وغيرها من وسائل الإعلام صرحت بما هو آت أن العراقيين اكتفوا من الفساد واكتفوا من التدخلات الخارجية. يعني كيف تابعت هذا التصريح من وسائل الإعلام الدولية لا سيما مجلة فورين بوليس الأمريكية؟ يعني إذا اكتفينا فقد وصلنا إلى حد الإشباع بالفساد الذي موجود بالبلد والولاءات الأجنبية لهذه البلد ولهذا البلد. هناك يبدو أن هناك خلل ربما في الترجمة، ممكن أن يكون الأصح هو الضاق ذرعا بالفساد. فعلا هذه احد الاسباب التي دعت الناس للتظاهر. الفساد الموجود في البلد يعني فاق التصور وفاق يعني حتى ما وثقوه الناس على اي دوله فاسده. الفساد الذي في العراق فاق التصور في كل المجالات. لكن انا اقول يعني مثل هذه المجله المشهوره وغيرها من هذه المجلات يجب ان تعرض واقع الحال هذا بأوسع نطاق للعالم، ويجب أن يعني أضم صوتي إلى الأخ عمر الفرحان بأن الهيئات الحقوقية المنظمات الحقوقية يجب أن توصل صوتها لأصحاب القرار بالعالم، وإلا يعني هذا إلى متى تستمر آلة القتل في صفوف العراقيين؟ إلى متى يستمر هذا الفساد في النظام السياسي العراقي؟ ويعني الآن وصلنا إلى مرحلة بأن هذا النظام غير قادر على قيادة هذا البلد، وبالتالي نحن يعني أمام الشعب كأنه أسير لنظام ميليشياوي، نظام عصائبي. فيعني إلى متى يبقى هذا الشعب؟ والشعب يعني يعبر عما يريده ويرفض هذا النظام ويقوم بالتظاهر بكل الطرق السلمية، ولكن لا استجابة، وهذا النظام باقي ولا يوجد أي ضغط دولي عليه. هذا يدلل على أن هناك بعض التواطؤ الدولي في دعم هذا النظام. هذا الشيء يجب أن يتغير، والمنظمات الحقوقية العالمية لها من التأثير القوي على أصحاب القرار في العالم ما ليس موجود في بلداننا. لذلك يجب أن ينظروا للشعب العراقي بنظرة أخرى ويحاول ويساعد هذا الشعب على التحرر من هذه العصابة التي تحكمه. من المستحيل أن تبقى هذه الميليشيات وهذا النظام السياسي الفاسد إلى الأبد أن يحكم بهذا الشعب. يجب أن ينظروا إلى هذه الدماء التي تسفك. السياق نبقى في هذا السياق وننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عمر الفرحان، وباعتباركم في مركز توثيق جرائم الحرب، أسألكم عن سبل توثيق هذه الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية مع المتظاهرين والتي أدت إلى استشهاد 311 متظاهرا وإصابة أكثر من 9000. نعم، يعني نحن في المركز العراقي ومنذ اليوم الأول من الساعات الأولى لانطلاق الانتفاضة
قمنا بتوثيق دقيق لأهم المعلومات وأغلب المعلومات التي تردنا من المحافظات والمدن التي شهدت انتفاضات سلمية ضد الحكومة، وقمنا ب يعني جمع هذه الفيديوهات وجمع المعلومات وتوثيقها بشكل قانوني. وننتظر مآلات هذه الانتفاضات يعني حين يعني هدوئها، وبالتالي سوف نصدر تقريرا مفصلا عن هذه الانتهاكات وبالتوثيق بالأيام والأشخاص الذين قاموا بهذه الانتهاكات. ونعمل حاليا على جمع الأسماء الشهداء من المدنيين وأسماء الجرحى. وبعثنا في كل مدينة ومحافظة على من يعرف الأسماء ويوثقها بشكل جيد ويرسلها لنا على المركز. أستاذ عمر المعذرة على المقاطعة، كيف يمكن متابعة هذه العملية والوصول إلى مرحلة أخرى، المتابعة القضائية لمن ارتكب هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم حتى لو لم تتم محاسبتهم حاليا؟ نعم، يعني هو أهم المراحل هي مرحلة التوثيق ومن ثم تقريرها بشكل قانوني، ومن ثم نقوم في توعية الناس لأن تقوم هذه تقوم عوائل الشهداء بتقديم شكاواهم ضد المتهمين في والمجرمين في هذه المحافظات في المحاكم الدولية. وكما تعلمون ويعلم الجميع أن المحاكم الدولية لا تأخذ ب الدعاوى هذه الا بعد استنفاذ القانون المحلي، واذا كان هناك يعني اغفال وكان هناك يعني عدم مبالاه من هذه المحاكم وعدم سيطرتها على الوضع ومحاكمه المجرمين، فان المحكمه الجنائيه الدوليه تتقبل دعاوى هؤلاء المدنيين بشكل مباشر وعبر الدول التي هي منضمه الى اتفاقيه جنيف او اتفاقيه روما، وبالتالي تقديم هذه الدعاوى بشكل مباشر من الضحايا أهالي الضحايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكما هو معلوم أيضا أن قمع التظاهرات السلمية وقتل المرتدين هو انتهاك للعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان في حق الإنسان في الحياة، وقتلهم بهذه الطريقة هي جريمة إبادة جماعية. يعني المحكمة تنظر إلى أن هذه الاعتداءات هي جريمة إبادة جماعية وارتكبتها القوات الحكومية منذ 2014 وإلى اليوم، فإن هذه المحكمة تنظر بها بشكل مباشر من خلال الدعاوى المقدمة إليها إن شاء الله سوف تقدم لها لاحقا. نعم، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ نظير الكندوري. اللجنة المنظمة للتظاهرات تدعو العراقيين للنزول إلى ساحة التحرير وبقية المحافظات يوم الجمعة المقبل وفاء للشهداء، هل نحن الآن أمام موجة جديدة للانتفاضة وصفحة جديدة للانتفاضة؟ نعم، أنا قلت سابقا بأن الصراع الحالي هو ما بين جهتين، ما بين نظام ديكتاتوري ميليشياوي يبطش بالشعب، وبالطرف المقابل شعب أعزل عاري الصدور يتلقى رصاص هذا النظام، والطرفان هم مصران على طريقهما. الشعب مصر على التظاهر لنيل حقوقه واستبدال هذا النظام بنظام آخر، وبالمقابل النظام الدموي مستمر في القتل بالجماهير والتمسك بالسلطة. وما أقوله أن الشعب العراقي لا خيار له إلا بالاستمرار في التظاهرات، وهذه الدعوة هي دعوة جيدة وحقيقية لديمومة التظاهر وديمومة التعبير عن ما يريدونه، وأيضا هي وسيلة لإيصال ما يريد الشعب العراقي إلى المجتمع الدولي. فأنا أضم صوتي إلى صوت اللجنة التنسيقية وأدعو الشعب العراقي أن يكون يوم الجمعة يوم يعني مشهود ويذكر بالتاريخ لعدد الذين يخرجون إلى التظاهر وإلى المطالب ذات السقف العالي التي يجب أن ترفع، وعامل توحيد لكل الشعب العراقي. تستمر عملية الاعتقالات الآن وانقطاع الإنترنت؟ هذا المؤكد، أن يعني النظام الذي قام بالقتل منذ اليوم الأول وقطع الإنترنت منذ اليوم الأول
الأول لا يعني يتورع عن فعل هذا الشيء ويكرره باستمرار. هذا الخدمة الإنترنت يعني على فكرة هي ليست خدمة للتسلية، الإنترنت أصبح الآن مثل الكهرباء مثل الماء بالنسبة للمواطن، وهو حق من حقوق المواطن. يعني هم يحاولون بقطع الإنترنت أن يعتموا على ما يفعلوه من جرائم، لكن هذه الجرائم توثق كما ذكر دكتور عمر الفرحان، وكل هذه الجرائم يراها الشعب بعينه، ويوما ما سينحاز الرأي العالمي وينحاز المجتمع الدولي لمطالب العراقيين ويناصرهم بشتى الوسائل. هذا ما نريده وهذا ما نبتغيه من خلال الخروج إلى التظاهر. شكرا جزيلا لكم الأستاذ نظير الكندوري ضيفنا في استوديو رافدين، الكاتب والباحث حضر معنا في استوديو رافدين. الشكر موصول أيضا لضيفنا عبر الهاتف عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كان معنا عبر الهاتف من بغداد.